وتذكرون الموت يا عباد الله ليس لنشقى في الدنيا، وإنما لنستعد لما هو خير وأبقى. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عباد الله، عباد الله، إن مرور الأعوام وتغير أحوالنا فيها وانتقالنا في مراحل الحياة من قوة إلى ضعف، وإدراكنا من أنفسنا أننا نفقد بعض ما كنا عليه، لينادي علينا أن الفرص تقل، أن الفرص تقل، وأن العاقل منا من أدرك نفسه فاجتهد فيما بقي له من قوة. وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. نظر ميمون بن مهران يوما إلى جلسائه فرأى شيوخا قد بيضت شعورهم، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا أدرك؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا: يا عباد الله، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وإن العامل في الدنيا يا عباد الله الذي يعمل فيما يرضي الله يكون يوم القيامة من الفائزين الحامدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وأما المفرط المسوف يا عباد الله فإنه يكون يوم القيامة من النادمين، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول: